الأعياد المجيدة. طابت أوقاتكم، نشرة أخبار الثانية والربع من صوت لبنان مع تحيات باسمة بوسرحال نواليشع والمخرج رودريك نمنوم. عناوين النشرة: الشارع يتحرك مجدداً والأسمر يرفع الصوت. ها نحن اليوم بعد حوالي 8 أشهر من دون حكومة، والبلاد تعيش في حالة تدهور سياسي واقتصادي ومالي. توقعات بالجملة بولادة الحكومة قريباً، ولكن هل تصدق هذه المرة؟ بسيل في بيت الوسط وقماتي من بكركي: نعتقد أن الحل قريب جداً ويدخل في إطار عيدية الأعياد. ذري العقدة ليست خارجية، وبزي في لقاء الأربعاء النيابي: اعتبر دولة الرئيس أن هناك اجتهاد حصل سنة 1969، اعتبرت الموازنة من الأعمال الضرورية لحكومة تصريف أعمال أن تنجزها. البروفي في 12 من حزيران، وامتحانات الثانوية العامة ابتداء من 18 منه. كن الأول في معرفة ما يجري عبر تويتر صوت لبنان. الخبر السريع عبر صوت لبنان من خلال تويتر عبر الأجهزة الذكية. داونلود تويتر أبليكيشن ثم فولو صوت لبنان وضع نوتيفيكيشن أون. صوت لبنان أول من يعلم، وعبر تويتر كمان. Follow us on Twitter. تويتر at صوت لبنان. فتحت الصفحة الثانية من روزنامة العام الجديد لتفتح معها الأزمة الاقتصادية الموروثة من السنوات الماضية، وانطلاقة الأسبوع الأول من 2019 ستكون الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العمالي العام احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. حكومياً، توقعات بالجملة بولادة الحكومة قريباً، ولكن هل تصدق هذه المرة؟ فبعدما تحدث الرئيس المكلف من قصر بعبدة عن عقدة وحيدة، أكد حزب الله على لسان نائب رئيس المجلس السياسي محمود قماطي من بكركي أن الغصة ستتحول إلى أمل قريبا. الأكيد حتى الآن أن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم سينشط مجددا على خط المشاورات لإيجاد حل لتمثيل النواب السنة الستة، في حين زار الوزير جبران باسيل بيت الوسط عارضا مستجدات الملف الحكومي مع الرئيس المكلف. وقبل الدخول في التفاصيل، نشير إلى تحديد مواعيد الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة ابتداء من 12 حزيران، والشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة ابتداء من 18 حزيران أيضا، إلى إضراب يوم الجمعة أولا. أكد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام وبعد جلسة استثنائية برئاسة رئيس الاتحاد بشار الأسمر الإضراب العام الشامل على كامل الأراضي اللبنانية يوم الجمعة. في مواجهة عجز معظم الطبقة السياسية عن تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات نيابية طال انتظارها لمدة 9 سنوات، وبعد وعود متكررة على لسان العديد من المسؤولين بتشكيل الحكومة، ها نحن اليوم وبعد حوالي 8 أشهر من تلك الانتخابات من دون حكومة، والبلاد تعيش في حالة تدهور سياسي واقتصادي ومالي وربما نقدي، وتتراكم الملفات المعيشية من تصحيح الأجور في القطاع الخاص إلى معالجة الفساد والتهرب الضريبي وإنهاء مأساة قطاعي الكهرباء والمياه المتراكمة منذ 10 سنين. العام الحالي الأسوأ اقتصاديا بعدما بلغ العجز 36%، تقرير لتراز الخوري.
ودع اللبنانيون العام 2018 على أنها السنة الأسوأ اقتصاديا، وقد بلغ العجز الإجمالي للموازنة 2.003 مليون دولار. هذا العجز في الموازنة سينعكس على القطاعات كافة في العام 2019، وما الدعوة إلى الإضراب الأخير إلا خير دليل على دين إجمالي يصل إلى 83 مليار تقريبا. كيف يقرأ الخبير الاقتصادي إيليا شوعي عبر صوت لبنان أسباب الانحدار المالي وما هي التوقعات؟ بلبنان بما أنه أهملنا قطاعات الإنتاج بسياسة فوائد غير محفزة للاستثمارات المنتجة ولتنوع الاقتصاد، وأيضا بسبب منافسة الدولة للقطاع الخاص على الموارد المالية المتاحة في البلد، هالسببين خلوا الإنتاج يتراجع وبالتالي الصادرات تتراجع، لدرجة أنه كنا بالتسعينات بعجز بالميزان التجاري لا يتخطى المليار دولار سنويا، وأصبح اليوم هذا العجز يفوق 17 مليار دولار سنويا في العجز التجاري. هذا يعني أنه الإنتاج في لبنان يتقهقر ويتراجع. الأرقام مخيفة للوضع الاقتصادي، والميزان التجاري هو من تسبب بالعجز، وقد بلغ مستوى التضخم 29%، إضافة إلى الانكماش في الوضع العقاري والناس في بطالة. ماذا يقول الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين عن قطاعات الإنتاج في العام 2019؟ بنعمل موازنة للعام 2018، فتبين اليوم عن نهاية السنة أنه هذه الموازنة لم تكن أرقامها صحيحة أو دقيقة، بحيث أنه قدرنا العجز بيكون بحدود 21.8%. نحن اليوم الأرقام بالإيرادات والنفقات المحققة حتى شهر أيلول، يعني بغضون 9 أشهر من السنة، بينا أن العجز رح يرتفع إلى 34.2%. إذا تفهمنا بهذا السياق ممكن نوصل لآخر السنة إلى 36 أو 40%. فهذا الوضع بال2018 مستحيل ينقلب بال2019 لأمر إيجابي. عجز إذا موازنة 2018 سجلت 36 أو 40% عجز، 2019 مش رح تكون النسبة أقل. العام 2019 لن يكون أفضل من العام 2018 على المستوى الاقتصادي، وسيحمل معه كل التبعات السيئة إلا إذا تشكلت الحكومة وصنعت المعجزات وفق المعنيين. تراز الخوري، صوت لبنان. تابع رئيس الجمهورية ميشيل عون الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة في ضوء ما أفضى إليه الاجتماع أمس بينه وبين الرئيس المكلف سعد الحريري. نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أكد أن عيدية التأليف لا زالت قائمة وإن تأخرت قليلا. قماطي الذي زار بكركي على رأس وفد من حزب الله شدد على أن لا عقبات خارجية، بل هناك خلل أصاب المحاولة الأخيرة للتشكيل. الله، نتوقع تشكيل الحكومة في وقت قريب، لأن النوايا عند الجميع هي نوايا إيجابية ولمصلحة الوطن، وخاصة مع صرخة الشعب اللبناني بالوجع والألم، الصرخة التي أطلقها في الفترة الأخيرة ولم يعد يحتمل مزيدا. يخطئ من يعطي توقيتا لإعلان حكومة بأيام أو بساعات أو مشاكل، ولكن نعتقد أن الحل قريب جدا ويدخل في إطار عيدية الأعياد. نحن نظرنا بإيجابية إلى طرح غبطة البترك بهذا الموضوع، لأن هذا الطرح يشكل ضغطا قويا لتشكيل الحكومة. النائب قاسم هاشم أكد من عين التيني أن من حق اللقاء التشاوري أن يتمثل. موقف اللقاء معروف، وهو إصراره أنه يكون ممثل اللقاء ممثلا حصريا للقاء، لن يكون في أي مكان، سيكون من حصة اللقاء حصريا. توضعنا أكثر من اللزوم، كنا مسهلين ومرنين ولينين إلى أقصى الحدود، ولكن في النهاية لا يمكن أن نصل إلى مرحلة الإلغاء. النائب علي بزي تحدث أيضا في لقاء الأربعاء النيابي. لا مناص أمام اللبنانيين وأمام البلد سوى قيام الدولة المدنية. أيضا اعتبر دولة الرئيس الأجنبي بري أن هناك اجتهاد حصل سنة 1969، واعتبرت الموازنة من الأعمال الضرورية لحكومة تصريف أعمال أو حكومة مستقيلة أن تنجزها. دولة الرئيس استند أيضا إلى هذا الاجتهاد واتصل بالمعنيين في هذا الصدد لكي نوفر على أنفسنا أيضا شهور إضافية
ويعتبر في حال تم إقرار هذه الموازنة من قبل مجلس الوزراء حتى لو كانت الحكومة مستقيلة كما قلت استنادا إلى اجتهاد 69 يوفر على البلد أيضا شهرين إضافة ويوفر أيضا أنه مش بس حكومة تصريف أعمال عنا حكومة وزراء عم بيصرفوا أموال الآخرين في هذا الاتجاه. النائب ماريو عون أعلن أن وساطة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم استؤنفت والحل لن يكون بعيدا. موضوع الحقائب الوزارية والتأليف الحكومي هو بيد رئيس الحكومة المكلف اللي هو بده يوزع الحقائب بنهاية الأمر. من هيك أنه عم بيقول أنه بعد في عقدة واحدة هي عقدة التمثيل السني يلي هو مبدئيا رجع علعت يعني وساطته للواء عباس إبراهيم. بده يكون في حل الأراد بأسرع وقت. هالمرة المناسبة هي قمة عربية فيها مسؤولية كتير كبيرة لبل مجرم من حقيقة ما بيخدها بعين الاعتبار أنه هيدا بدها تساعد لبنان كتير على الدعم الاقتصادي. ولكن بما أنه حاطين الديدلاين هو 18 الشهر موعد لقاء الوزراء الخارجية العرب حول موضوع القمة العربية بتصور أنه فإذا منقول بهالأسبوعين القادمين يجب أن يكون حصل التطور الكبير وأعلن الإفراج عن الحكومة الأراد. النائب السابق مصطفى علوش توقع في حديث لصوت لبنان أيضا ولادة الحكومة هذا الأسبوع. لا إمكانية لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء والبدء بمرحلة تركيب البازل الحكومي من جديد. لذلك فيبدو أن الموضوع أصبح وراءنا الآن. لا يوجد خارق نهائي ولكن يوجد تلين مواقف بانتظار أن تظهر النتائج خلال اليومين القادمين. تلين المواقف يستند إلى أن الممثل اللقاء التشاوري سيكون له المرجعية، اللقاء التشاوري أو التيار العوني؟ على الأرجح أن القضية سوف تنتهي بأن يكون ممثلا للقاء التشاوري. يعني بصراحة نحن نرى بأن الحكومة الأصغر هي الأفعل والأفضل والأقل تكلفة سياسية، لكن بالنهاية كان هناك من يطرح ربما 36 وزير أيضا لأعضاء الجميع، لكن ستنتهي القضية ب 30 وزير على الأرجح. وهل ستكون واعدة تشكيل الحكومة في الأسبوعين قبل القمة الاقتصادية؟ المفروض أن تكون يعني من خلال هذا الأسبوع مبدئيا إذا ذللت هذه العقبة. مخاطر سد بقعة أصبحت واقعا، تقرير خاص بعد هذا الفاصل. أنت موظف قطاع خاص وعندك ضمان؟ أو حتى قطاع عام؟ أنت بحاجة لقرض شخصي سريع؟ ما عليك غير تبعت اسمك ورقمك واتساب أو SMS على 03-582-699 وبأقل من 24 ساعة واحد من مندوبيننا رح يتصل فيك. انتبه بس إذا كنت موظف وعندك ضمان. واتساب أو SMS على 03-582-699. من القلب بيتمنى لشاركوتيه لكل اللبنانية ميلاد مجيد وعام سعيد وأيام كلها خير وسلام، وبيشكر التجار والزباين الكرام على ثقتهم، وإن شاء الله تحملكم السنة الجديدة لازدهار والطمأنينة. من لشاركوتيه أطيب التهاني بالأعياد المجيدة. في معاشات المساء ليوم الأربعاء، ما هي أبرز الاستحقاقات لبنانياً وأقليمياً في العام الجديد وأية توازنات في المنطقة والعالم؟ الجواب مع الدكتور سامي نادر. معاشات المساء من صوت لبنان بعد نشرة 5:15، أعداد مديرية الأخبار، تقديم ريتا أسعد. القمة العربية المرتقبة في تونس في أذار المقبل بحثها رئيس الجمهورية ميشيل عون مع سفير لبنان في تونس توني فرنجي. الرئيس عون تلقى تهاني بالأعياد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني. حددت وزارة التربية موعد إجراء الامتحانات للشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة لدورة العام 2019، وحددت الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة لبروفي
ابتداء من 12 حزيران والشهادة الثانوية العامة ابتداء من 18 منه. تربوياً أيضاً أكد وزير التربية مروان حمادي تمديد عطلة الثانويات والمدارس الرسمية والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية لغاية مساء الأحد في 6 من الجاري. شكوى قضائية من بلدية بريتال ضد شركة ميراج في موضوع النفايات السامة. مجدلين عيد. تتفاعل قضية رمي النفايات السامة من مخلفات محطات تكرير الصرف الصحي غير المعالجة في جرود شرق وغرب بعلبك، وعادت إلى الضوء مجدداً مع تقديم بلدية بريتال شكوى قضائية ضد شركة ميراج. رئيس بلدية بريتال علي مظلوم تحدث عبر إذاعتنا عن القضية. اللي صاير أنه شركة ميراج طالع عندهم رواسي بوعوادهم جاي مزلتهم على القرى البقاعية، وهيدي مواد سامة، مواد مسرطنة، وهيدي الشركة هي مخالفة لازم تنال عقابها، لأنه أرواح الناس هي مش لعبة بين دين هيدي الشركة كرمال شيء له علاقة بالمصاري. مظلوم طلب بمعاقبة المسؤولين بعدما ظهرت النية الجرمية الضارة بالسلامة العامة. رفعنا دعوة بالشركة وبالمحطة التكرير وكل من يظهره التحقيق. بهمنا هلأ بالمبدأ أنه قبل ما يصير في الشتاء وتمتد هذه المواد وتتحلى، لأنه نركز أنه نشيلها، وبعدين نحن طبيعي مشتركين الموضوع بدنا نتابعه من الناحية المعنوية والناحية المادية. عملية رمي السموم التي تهدد المياه الجوفية والبيئية وصحة الناس التي كشف عنها جهاز أمن الدولة تضاف إلى سلسلة الاعتداءات على البيئة والجبال والبحر. مجدلين عيد، صوت لبنان. نبهت وزارة الصناعة أصحاب 9 مؤسسات صناعية قضاء زحلي إلى ضرورة الالتزام بالشروط الصحية والبيئية كافة، وتحديداً عدم تصريف أي نفايات سائلة غير معالجة إلى مجرى نهر البردوني. وأعطت الوزارة أصحاب المصانع المعنية مدة شهر تسري من تاريخ تبلغهم القرار لتنفيذ المطلوب منهم تحت طائلة وقف المصانع مؤقتاً عن العمل. مع بداية الشتاء مخاطر سد بقعاتة أصبحت واقعاً وسكان كفرتي ينتظرون الحل. رنا ريشة. على الرغم من قصاوة الشتاء فهو لا يزال في بداياته، وبعدما جرف معه المزيد من الأتربة في منطقة كفرتي نتيجة الردميات التي ترمى في مكب سد بقعاتة ظهر تصدع وتشققات في حيطان الدعم التابع للسد. هذا الواقع قد سبق وحذر منه النائب الياس حنكش الذي أكد أن مستوى الأخطار أصبح يطال حياة الناس. دائما وقت اللي بتحذري من شغله ما حدا بيتحرك الا ما توقع الكرسي. اليوم الكرسي صارت واقعه والحيطان مشققه والبيوت القريبه من السد مهدده لانه في انشقاقات، وعرضنا كل هودي الفيديوهات يلي بعتنا فريق مختص صور كل الاضرار وبعتناهن عند القاضي غدا عون واعتبرتهم اخبار، وعدت بانه تتحرك وتعمل جلسه بهذا الموضوع وتوسع التحقيق. كنا عم نحكي قبل عن مجرى النهر اللي كمان جريمه بيئيه، ردم مجرى النهر بالاتربه اللي ظهرت من السد نفسه من البحيره اللي عم تنعمل. اليوم انتقلنا لمستوى من الاخطار غير الخطر البيئي اللي هو خطر على سلامه الناس، وهو زحل الاتربه اللي موجوده فوق الارض كلها عم تزحل. بدايه لازم نعرف مين المسؤول عن هذه الاضرار، وثانيا هذه الجهه المسؤوله اللي هي لازم تتحمل كل تكاليف الاضرار اللي نتجت عن المشكل اللي موجود فوق. الشتاء بعده ببدايته، نتمنى التحرك السريع، وكل ما تحركنا أسرع كل ما خففنا أضرار على الناس فوق. الخطر رح يكبر كل ما تقدم الوقت، وكل شيء حذرنا عنه اليوم عم بيصير وصار واقع. حنكش عول على القضاء لمتابعة الملف حتى النهاية لأنه الحل الوحيد لضمان سلامة الناس ومقاضاة المسؤول عن الأضرار. أما رئيس بلدية كفرتي جام علوف فشدد على أن الموضوع لم يعد يقتصر على انزلاق أو تحرك حائط، بل وصل إلى مرحلة أدت للمطالبة بحماية للمنطقة كلها. بأول شتوية بيّن تشققات بالأرض وبيّن انخساف عطول بحدود 80 متر أشطت غمق 1.5 متر في حوض السد، وهالانزلاء هذا وصل للحيطان الدعم اللي معمولين كمان بمواصفات مش لطبيعة الأرض، قطعت الحيطان الدعم ووصلت لبيت تاريخي موجود عندنا نحن بالمنطقة، والتشقق صار بقلبه، واليوم هني بالذات طلبوا من العالم يخلوا البيت وراحوا وعم بيحاولوا بحيالة طريقة انه يدعموه بسندات حديد
وعلى أمل أنه بس يحدوا شوية من الضرر إذا بده يحصل. الرئيس عون كان طلبت أنه يصير في مقابلة نحن وياهم عندها بالمكتب. هالموضوع لحديت اليوم ما حصل، وكل واحد بيتحمل مسؤوليته. حتى اليوم لم يسجل أي تحرك جدي في ملف سد بقعاتة، على الرغم من تحرك النيابة العامة وإعطائها إشارة إلى المخفر لإجبار المتعهد على إعادة المنطقة إلى طبيعتها. والمخاطر التي أصبحت واقعا من المتوقع أن تتفاقم مع وصول العاصفة التالية، فهل يصل الحل قبلها؟ رنا ريش عيد، صوت لبنان. ابتداء من الشهر المقبل تقدم طلبات بطاقة الهوية إلكترونيا لدى دوائر النفوس، وطلبت مديرية العامة للأحوال الشخصية إلى رؤساء الدوائر إبلاغ أقلام النفوس بالتوقف عن استلام طلبات الاستحصال على بطاقات الهوية المنظمة لدى مختار المحلة لمن تجاوز عمره 15 وحصر تقديمها لدى محطات البصم في أقلام النفوس. نقلت المجلة الإسرائيلية الدفاعية إسرائيل ديفنس أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن تدشين كتيبة احتياط جديدة للتدخل السريع أمام حزب الله بعد التخوف من دخول الأخير في مواجهة عسكرية مفاجئة مع الجيش الإسرائيلي بعد تزايد نفوذه في لبنان وزيادة تعاونه وتنسيقه مع سوريا، كما قالت المجلة التي أكدت أيضا أن الهدف الثاني لإنشاء الكتيبة يقضي بتنفيذ هجمات أو عمليات عسكرية خاطفة ومؤثرة في قوات وكوادر حزب الله، أي إن لتدشين الكتيبة هدفين، الأول دفاعي والثاني هجومي. في إطار التعزيزات المرسلة لدعم الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا، وصلت تعزيزات تركية إلى ولاية شنلي أرفا جنوب البلاد، تضمنت مدفعيات ودبابات وناقلات جند وشاحنات محملة بالأسلحة والذخائر. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني استمرار الاتحاد في إيجاد آلية أوروبية مالية للتعامل مع إيران هذا العام. أدت سلسلة من الانهيارات الأرضية إلى مقتل 15 شخصاً على الأقل في أندونيسيا، وفي الفلبين ارتفع عدد قتل الانهيارات الأرضية والسيول إلى 85. في الدنمارك أعلنت الشرطة مقتل 6 أشخاص اليوم من جراء حادث قطار على جسر بين جزيرتين. انخفضت الأسهم الأوروبية في بداية تداولات العام الجديد بعد عطلة بورصات الأسواق العالمية مع تزايد المخاوف بشأن النمو العالمي وترقب تطورات البريكست. الصفحة الأخيرة للأحوال الجوية. يتأسى لبنان في الساعات المقبلة بمنخفض جوي بارد غير مستقر وماطر بغزارة ليلا مع ثلوج اعتبارا من 1300 متر. كان في هذه النشرة الشارع يتحرك مجددا والأسمر يرفع الصوت. ها نحن اليوم بعد حوالي 8 أشهر من دون حكومة والبلاد تعيش في حالة تدهور سياسي واقتصادي ومالي. توقعات بالجملة بولادة الحكومة قريبا، فهل تصدق هذه المرة؟ بسيل في بيت الوسط وقماطي من بكركي. نعتقد أن الحل قريب جدا ويدخل في إطار عيدية الأعياد. بري العقدة ليست خارجية، وبزي في لقاء الأربعاء النيابي. اعتبر دولة الرئيس أن هناك اجتهاد حصل سنة 1969 اعتبرت الموازنة من الأعمال الضرورية لحكومة تصريف أعمال أن تنجزها. البروفي في 12 من حزيران وامتحانات الثانوية العامة ابتداء من 18 منه. من صوت لبنان قدمنا نشرة للأخبار.